فريدي وشي. انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بيت بيت يا عسلية. انت يا بيت انا بكلمك ردي عليا. انت بيت خلاص يا فتون انا بتلك. خلي الليله دي تعدي. لو في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوه. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه والحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنت تسيبي ورقه ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح، انا لازم امشي. كريم منف بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال، هي اسمها عسليه ولا سالي؟ عشان هما بيقولوا لها عسليه. طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك، حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله، ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين؟ مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي، فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط، انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها، فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وهو بالمره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا حبيبي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البت البت بعناية. واحده واحده عليها يا اخويا. طبعا يرضى عليك. يلا يلا مع السلامه. طرقوني. مع السلامه يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه. تعالي تعالي
خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟ الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة. ما أنا بحس وبفهم برضو. مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية. حاجة كبيرة أوي عندي. كتير قوي عليا. أنا عمري ما تمنيت من ربنا حاجة قد ما تمنيتك. أنا من النهاردة مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طلباتك أوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء. عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا. عسلية لولوز لولوز اختك على الباب مفتحي لها. سلام. مفتحي لها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه؟ ما تنفضلها. لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. نفضلها ما تقف شويه. لازم افتح لها.
الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها؟ ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. بتهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. هو انت بداتها بمعلش؟ امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ معكش سجارة صباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ أنا بطلت خلاص. يا راجل ده أنت امبارح كنت تولع الحجر، تولع منه سجارة، تطفيها، تشتغل خوابير. أنت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 الباكابورد اللي اتفتح ده، خد يا أختي السجارة، اتفضلي. أيوة كده. رجالة ما تجيش إلا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقول لك ايه، ده اخرنا خلاص، مفيش منه تاني، انا هبطل. طب يا مبطل بقى، انا عايزه فلوس، اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله، طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين، واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله، مش انت الدكر بتاعنا؟ ما تدفع كيش. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس؟ انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص. وما يا بت عسل، هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شاكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. اسمعي ايدك يا ست البنات، خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه؟ نعم. 500 جنيه في يومين؟ هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه، انا بس اتفقت مع عسلية ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استباحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة، نستأذن احنا، يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي، بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد، مبروك يا عسليه. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس، انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات؟ النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم، واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول، وبعدين خلاص ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك عليا، حقك علي عشان خاطر حته صغيره. انتوا صغنتوت، انتوا صغنتوت. تليفون. شو تليفون؟ الو ماي دارلينج، ام سو هابي فور يو. مبروك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو اي مارد انذر مان. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تركبك على فكره ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكره جايبه لك حته كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي.
اوكي يلا باي. مع الف سلامه. ربنا يخليكي. مع السلامه. مع السلامه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين كنت بتكلمي؟ مين دي؟ مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سوم باي ذا واي اسمها عسلية. يس اي نو اسمها عسلية. شفت البطاقة بتاعتها؟ أنا اللي مشغلاها وأنا بقى سميتها سالي. البت دي she has a very very strong spirit. She's an extrovert. ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكرة لماحة جدا. She's very very smart. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة. بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. يا ماما ناس مختلفين تماما عننا. أنا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت إيه؟ ثانية واحدة كنت فين؟ كنت فرحها عسلية أو سالي دي. أنا عارف إن أنت بتحبيها قوي وكنت لازم أروح وأساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سون أنت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص. حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقالها سنين بتشتغل معانا وأنا بحبها والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وأنا في ناس مستنيني بصراحة. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك لعم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحه. امشي. شيش عم راشد. ايه فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. ومان ريحتك فاحت ومحاول نباح سألنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا والله ما بشتغل في البودره. ما انت عارف. لا انا مش عارف، سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك ونموت فرحك اللي انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش. انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي ما فيهوش زعل كده. انا عداني العيب. وازح يا باشا وازح. عالحلوه والمره مش كنا متوعدين. ليه تنسى بالمرة؟ ليه تنسى بالمرة؟ ايه حلو كده ما ياكلش ده؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. السجن ده وحش قوي. ايه ده وحش؟ ادى ده محمد يا تعالى اسندني. لا ايه ده بجد وحش؟ محدش قال. انت كنت فاكر ايه؟ هيعملوا لك سجن تتمنجح فيه يعني؟ انت متجوز علي؟ عندهاش عليا شهر. طب ما مصلحه. خدت الحلو من الجواز، خدت وش القفص زي ما بيقولوا. يا جدع ما تفكرش، الفكر بيتعب وبيطول الوقت. اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. انت هتخرج امتى؟ انا بعد 60 شهر و11 يوم. يعني دول كام سنه؟ 5 سنين و11 يوم. الحكومة مش هتسيب لي 11 يوم، بس دول يعدوا هوا. أنا يمكن ما الحقش أتغدى معاك بكرة. اضحك يا جدع وما تفكرش، أوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق مخنوق. وأنت يا ابن الناس مش ناقص خنقة أكتر من اللي أنت فيها وزنقة. زي ما قلت لك اضحك عشان أيامك تعدي وتفوت. وتفرح اللي يمين. ايوه على الحلوه. ايوه ارقص يا عمك علي. انا
ساعات 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 أحب عمري وعشق الحاجات وساعات ساعات 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 أحب يا سلام يا أختي النبي فكرتيني بعلي كم يوم حصل لنا عشتو حبيبتي ربنا يخرجهولك بالسلامة يا رب يا رب يا اختي انا هعمل شاي خليكي انت انا هعملهولك حبيبتي لا يا اختي انا هعمله ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شوية ماشي جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته ممدد على السرير شيل الحلة دي رجعيها ورا يا راجل انا بعمل شاي صب لك هو قال حاجه قال لك عارفه يا بيت انت طلعتي جدعه ليه بقى الواد ما خرجش من يوم الصباحيه غير يومين ثلاثه يا اختي اسكتي قعدته في البيت ده بدل ما يخرج للقديش بتوعه النبي عندك حق بس انت عارفه بقى ايه اللي عاجبني ومنخشش بنافوخي كده ايه بقى؟ انه بيخاف منك راشد بيخاف على زعل يا فتون مش بيخاف مني يا جامد انت يا حاج زي ما بقولك كده بس انت كنت تفتكري ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بيت تصدقي لا انا قلت اشوف معاه سواد مر بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون عندك حق يا الله فين يا جدعان الشاي ايه لا شاي ولا غدا هفضل واقف زي قرد اقطع كده عايزه فلوس عايزه قد ايه وليه عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه لا خد الفلوس اللي انت عايزاها ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه الو سيد الناس يا عم اعمل عريس براحتي قولي لا انا كان شويه حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث عين عليا اليومين دول والله طب انا جاي لك دلوقتي يلا سلام انت نازل يعني مشوار في السريع كده وجاي وفي السريع ليه يا اخويا ما انت مبلط بقالك اسبوعين ما تخليها في البطيء جرأي يا فتون مالك مالي انت وهو ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني اسمه ايه تلقيح الكلام ده ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها بتبرطمي كتير ليه ده وليه وهي مش هتسكت اصلا اتفضل الله يا بسم الله ما شاء الله ده انت شكلك معكم بقول لك ايه الراجل اللي هشتغل معاه جه وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله طب الحمد لله يا رب يا فضل الله انا نازله معاك استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك روحي تجيبي حاجتك وترجعي انا رايحه الغينو خليها هي اللي تجيلك جرى ايه يا راجل انت؟ هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك. ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا وهو راشد نازل. يعني هتاخدوا راحتكوا على الاخر لا انا هنزل بقى وبعدين احنا بنروح فين
ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله، انا ما بعملش يا اخويا حاجة غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايح الزيارة بعد بكرة، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. قرف يا ست الفلوس. عد ابو فتون على غنوة على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد، ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسه بقى ايه، برضو مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس على نفسها شويه مع غنوة، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوة دي تشبه الشارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجات دي برضو. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر، انا هقول لها انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحت راحت راحتك يا باشا. طب عينيا يا سلام. لا كفاية كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثة والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعة مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعدة لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمهم. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ ما الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزه. الحته اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي ماشي يا بنت اللذينة. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد. وانا عايزه السيجاره دي يا اخويا. يا قلبي. مبسوطه في جوازك يا عسليه؟ الحمد لله يا بابا مبسوطه. أنا كنت داخلة على الجوازة دي مرعوبة. أصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكرة شغلانة جديدة وبالحلال. الحمد لله. طيب أنا كنت عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة يا بنتي. هو جوزك يعرف إنك بتيجي تزوريني هنا؟ الصراحة يابا لأ، أصل ممكن يزعل. طب يا بنتي
ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن، انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلتلك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يابا الحسن مات، بس انا لسه بحبه. انا عارفه اللي انا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان انا اتجوزت، بس هي دي الحقيقه، ومهما العمر طال بيا مش هنساه. والنبي يابا ما تحرمني اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطه وخلي عينك مفتحه. الفنجيله يا معلم. الكلام اللي انت قلته لي ده يا راشد اشتغاله، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط، علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجاله يا راشد. لا يا عمنا، الراجل ده انا اعرفه كويس، مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومه عارفه كل حاجه عن كل الناس، امال اللعبه فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمن. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده، انا لا ليا ولا عليا، الجاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلا جلا حلوة دي يا عسل. يا عم طب اي حاجه جدا. كوكو كوكو سيد الناس كل عمنا في الفجر. يا يلا بينا يلا بينا. ايه يا باشا فيها يا باشا؟ اكتبوه ركبوا انتوا. يا باشا انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد. يا باشا انا معيش حاجه، انا سليم. اركب حيلتها. حبيبي اللي بحبه وما شفت زيه حد. اه والله العظيم حبيبي اللي بحبه. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه، كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه حمار؟ اول مره اتعلمت في وش. مستني تتعلم فين تاني؟ لا ما خلاص ذكر الزريبه في الاسم زمانه بيتعلم. ليه اخويا في ايه؟ كيس بودره بحاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش نهار اسود. تعالي يلا على البيت، في حساب قديم لازم نخلصه. يلا خلص خالص يا صوت ولم عليك ولا كلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني، عايز يتحرج بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوك، انت كده كده جايالي. غور ياض، غور من هنا. اوصلك غور. يالا بور. يا خبتك التقيلة يا فتون، انت واختك.
ما الاتنين الرجاله كده يتحبسوا كده كده يعني ايه ده؟ انا جايه معاكي يا اختي. ما انتش جايه يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قال لك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في الاسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودره ايه وعفرطت ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامه. والمصحف نورت. طب عليا النعمه من نعمه رب. انا قلبي كان هيقف لما عرفت ان الحكومه مسكتك بكيس بودره. مالها دي؟ ركز معايا هنا. انت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ انت مجنونه يا بت. وانا لو اتقبض عليا الحكومه هتسيبني اخرج. امال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى ونش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه ونش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالي هنا. ايه؟ اللي ايه؟ مالك تيجي؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. ايه؟ وانش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربه وسكرانه وحالتك بالبلا. هادي اخرك مروحه عند غنوه. انا حره على فكره. محدش يقول لي تعملي ايه؟ ولا يعرف ابويا لا مؤاخذه يروح يقول. ابوك ده في القبر. انا هنا الراجل. تسمعي كلامي. وانا هديكي من كاسبه فوق دماغي. تدي مين بالجزمه؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا عشان خاطري يا راشد ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا في 60 داهيه. حقك فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. ده تخلصوا بينكم. انا ماليش قعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ لا جدع يا راجل. لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامه بقى عشان انت واقف عليا بخساره. هات لنا يا ابني البيره والشيشه. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البودره. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول ما تخلوش يشوفك. جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ انت كنت زعلتيني. امر الله عليا. اختي مش عارف اغيرها. وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسليه. هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ راجعه في انصاص الليالي وبتتطوح والمفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه. ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا. ولما احوالك تبقى عال ابقى عني. انت ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام؟ تمام. طب بقول لك ايه؟ تعالي بقيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخويا اللي تشوفه، بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله، اطلع اوصي على الفرخه مشوي ويخلي الواد يبعتها. خلاص. حاضر اللي تشوفه.
ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلامه. يا علو مش جاي لك نوم ليه؟ انت بقالك هنا في السجن 7 سنين مش كده؟ 7 سنين ايه؟ لسه ما كملتهمش. تسأل ليه؟ متجوز؟ يعني العمر ده كله مثلا محاضيها تحرش؟ متجوز طبعا وعندي بنت وولد. بنت ما شاء الله بقت عروسة، ده 10 سنين، والواد بقى راجل عنده 16 سنة. انت بتسأل ليه؟ ومراتك ست أصيلة صيناني وحافظاني، جوزتها وأنا فقير، هي كانت غنية أوي، أهلها وقفوا قصادها لكن هي قالت لا هتجوزه. لفوا لي قضية تزوير وشيكات وسلع فاسدة، هي قالت لا. جوزي ما ياكلنيش حرام، عملوا عليها كومبينه عشان نتطلق، لكن هي قالت لا. راجل حافظاني وصيناني. انت بتسال ليه؟ لا مفيش حاجه. نعم يا عم خالد. كنت ده اللي شغل دماغك؟ صباح الخير. تمنى أهله.
عسلية. مالها دي؟ عسلية. ايوه اللي بتخبط انا جاي اهو. طيب دي ما بقتش عيشه ولا بقى بيت، دي وكاله. ايه يا بنت مالك يا بنت بتتنفضي كده ليه؟ لاقيه النكد. ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليك تتنفضي؟ راشد قتل حسن يا فتو. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده، هو ايش جاب ده لده؟ ده الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت. ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلته لحسن ليه يا راشد؟ عشان تتجوزني. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل حسن. ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ مش عارف. انا ما اعرفش هو ايه. هو رمي بلا؟ انا ما اعرفش، انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 ده. الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. عمل لك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك من سرعه تعرف. سيب البنت هتموت. تعرف انت سكرانه ولا ايه؟ سيبني ما اعرف ايه يا فتوح. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها ودابت. زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا، ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجه هقول لها لا غلط. لا 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 لا، هي دلوقتي متاكده ان انا اللي قتلت الواد. مين اللي معدي هنا؟ انا عيب واختص واشوفها راحت فين. عندك هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخله والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجه. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا. سالي ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. مالك؟ مدام فين يا هي؟ فوق. مالك يا سالي في ايه؟ دايما اقول لها انا عايزاه. ايه ده؟ انت عامله كده ليه يا عسلية؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسلية؟ ايه ده في ايه يا سالي؟ انا جيت لك عشان ما اديش منك. ايه بس يا حبيبتي؟ في ايه؟ اهدي اهدي اهدي. كلمتي هنا
مش قادر يمسك. يا الهام اعملي ليمون بسرعه. يا سو بعد اذنك اصل مش هينفع تقعد هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني، دي متجوزه واحد تاجر مخدرات، ممكن تبقى عامله جريمه ولا كارثه وجايه تستخبى عندنا. نوين هي تقعد عندنا؟ انا والله العظيم ما كنت اعرف راشد اللي انا متجوزه. احنا ملناش علاقه بيكي ولا بالراجل اللي انت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave. فاهمه ولا لا؟ بعد اذنك يا انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. شش انت اتخبلت في نفوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكوا لي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا. ولا حاجة والنبي يا اخي. خناقة مع عيل على شغل وفلوس وكده. وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت أنا قلت له لا نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن تلات أيام كده عقبال ما الأمور تتحسن يعني. وماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي. وافهمي بقى إن من النهاردة دي شقتك وأنا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الأصول؟ شايف الجدعانة؟ الله، طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة ما فيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها وهتتحل. بقول لكم ايه؟ أنا مش قادر ألف لفوا لنفسكم. أنا هنزل أشم شوية هوا، سلام. أوعى تروح الحارة. فتون. نعم قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكايه عسليه؟ انا هلف سجاره كامله لنفسي واشربها كلها وبعدين اشوف احكيلك ولا ما احكيلكيش. محدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. انت عسليه حاجه كبيره قوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. ما يتقلقش من ايدك خالص، مفهوم؟
حزينة على روحك كده ليه؟ ما اللي حصل حصل؟ ما تجيبي حتة سمين معاك الفلوس نعيش 5 جنيه وهديك حاجه بسيطه خد ادي 10 جنيه ومش عايزه حاجه مني اللي معايا ده دي محتاجاه له على الاخر بس انا مش عايزه حاجه طب اتفرجي عليها الاول يا عم والله ما عايزه حاجه مش انت كلت وخدت فلوس الله يرضى عليك سيبني في حالي اسمعي بس التوهه اللي انت فيها دي علاجها معايا هنا هديهولك واهديك ما قلتلك مش عايزه ايه ايه دي ايه دي بقى انا مش هسيبك بس هي محتاجه لك اكتر مني هي هتخاف عليك زي ما انا كنت بخاف عليك هتبقى صاحبتك يلا بقى ما تزعليش يلا ايه يا عم انت ايه البتاعه دي انت ما تخافيش دي طيبه وشبهك بصي هوريكي حاجه شايفة بتحب تتدرى في الألوان فهمت أنا قصدي إيه؟ تتداري في الألوان أنت الأخرى أي مكان تحطي فيه شوفي اللي حواليك عايزين إيه؟ دول مش مهم اللي على هواكي المهم اللي شبهه فهمتي؟ لا ما تخافيش دي طيبة دي طيبة تعلمي منها تخافيش وخلي بالك منها ها؟ خلي بالك منها انت سايبها لي ليه؟ انت محتاجاها محتاجاها قوي ويا ريتك تتعلمي منها على فكرة أنا اسمي عبد يسو يسو مام حبيبي عضتني واتس رونج يا حبيبي كويسة؟ نو ام نوت كويسة مش مبسوطة خالص من اللي عملناه مع سالي ده وانت السبب على فكرة استبقت مام
احنا كنا لازم نعمل كده. دي واحده من بيئه واطيه، ثم انت حضرتك اديتيها فلوس، المفروض ان احنا نعمل ايه تاني بقى؟ مش عارف. انا ماما الناس دي تصعب علينا اوكي، انما تعملينا مشاكل لا. تعالي بقى الجامع ماما، غيري جو كده وفرفشي، ايه رايك؟ لا مش عايز، روح انت بليز. لا لا بجد روح انت، I want to stay home. اوكي بابي. شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وادور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي. اشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ اه حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزة مفيش الكلام ده، انت لازم تطلعي بره المنتزة اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجه ام صباح.
أم صباح مين دي يعني؟ خدماتية؟ آه. طب وسمعتها إيه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع أروح لها دلوقتي؟ لا ده النهاردة الجمعة، أنت تروح لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ نهار أسود. هبات فين أنا؟ أنت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتاوي فيه، لأن المنتزه ما فيهاش بيات أصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. شكرين. مش قوي كده يا زميلي. لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ اهو انت لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. اللي انت كويس سوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربت عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. هو في ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جاي ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جاي اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما ما بتفتحوش خالص فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير انا اللي اسال بس. خلاص طيب حاضر انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مميز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مميز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان عسلية بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها سودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحوش اليومين دول اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول. وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة قافلاه عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغالة فيه البت عسلية؟ اه يا اخويا اعرفه ورا الشيخ زاي. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التأخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاقي كلها ملغمة مخبرين.
الولايه ام ميزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجه عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعه ما سيبنا ابو لاي ما عتبناش انا وانت. ايه المصيبه دي؟ بقى احنا نهرب من المصيبه، تجي لنا مصيبه اكبر. نعم؟ مصيبه ايه يا فتون؟ مصيبه ايه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكره امين الشرطه اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني اكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين ان احنا عندك هنا؟ لان انتوا ضحكتوا عليا يا استاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاع على العماية، فاضطريت اقول له ان انا صاحبه فتون وعسليه. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي، انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ جرايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبكم ويعمل معاكم جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل يا فتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت بتطلعي على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحك. آمين. إلهي يجازيك بيا بكل خير. آمين. إلهي يا رب يوصلك على من عندي. استغفر الله العظيم يا حبيبتي، أنا ما عملتش حاجة، أنت هتركبيني كده ذنوب. طب أصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي، آخر الطرقة كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها. حاضر، عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك يا رب. لا قوه الا بالله. باشا، في حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا، ما عندناش الاسم ده. يا عم انا متأكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش ناقص تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين مش شغال. بقول لك ايه، اتكل على الله، روح دور عليها في حتة تانية. خلاص يا عم بالراحة يا عم. اهلا يا اهلا اهلا اهلا، سعادة البيت، اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا راشد عامل ايه؟ ازيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين. اهو شفت، مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف ان اسمها عسليه. انا ما اعرفش ان اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها يعني. هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقولك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي، خلي بالك على نفسك بقى.
زينب. زينب. أنا يا حاج. أنا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليكم. بأمان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ابني بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ اخص عليك يا ناد. انا معرفش، هو انا مش مام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. اسمي عسليه. لا عسليه ايه، انا اسمي زينه. وانت اسمك ايه؟ انت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. واحنا كده شكلنا ملناش غير بعض. الدنيا مخبيه لنا ايه؟ راح فين هو؟
ليه بس كده يا زميلي؟ ده نظيف. زميلك مين يا دي؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي الانسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو يا راجل. يا عم انسي يا عم هنا راشد، سيبه يا كابلو ده، ما عرفه سيبه. ايه يا غول؟ الحمد لله بالسلامه يا غول. تعال يا غول، ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابلو. كل كل ايوه كل بيتك ومطرحك. حبيبي عم الناس، حبيبي والله. هو ايه يا لن يا دين؟ انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ وانا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا لاقيه مع حد خالص. وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس، خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتونه. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. مش عارف اعمل ايه، ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. بق بتاكله دي شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهره؟ وانا اعزم عليك انت كمان؟ ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay, to come with me to شرم الشيخ and after that come with me Cairo. Okay? Huh? Huh? Let me ask أم صباح because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. انجليزي وانت بتعرفي انجليزي؟ الحق يا اخويا. طيب شوفي بقى، سيبيني يومين يومين ها، وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office 2 days after. Okay, I will gonna call the office after 2 days. Goodbye. يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني انا بحكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيت دي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيك سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوه قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي قوي قوي، وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي، واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام ومديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب، ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه، هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح. اتفضل. يعني ايه؟ انا بس عايز اشارك كده باي حاجه. هات لها اللي انت عايزاه، الاناليب، اللبس اللي انت عايزاه، انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين، ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر المرتبة اللي جوه دي هتموتني، عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. عمر يا باشا. الواد كهربا الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. يخرب بيته. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. عمر كبير. الله يخليك شايك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح، غيرها كلها. ها كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي. اصحى لينا احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا.
كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات منور نجم الليالي. وادي يا كهربا، ناديه ما اتصلتش ولا جات يا وادي يا كهربا. ما احنا قلنا بقى باشا ناديه بخ. ناديه بخ؟ يخرب بيتك، انت مالك يا وادي اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا، وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا؟ لا، كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصمت بقالها كام يوم، فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى؟ وهي ليلى. يا سوزي يا ليلى، مدي حته وهز يا بت، هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير، ايه رايك يا واد، سوزي ولا ليلى؟ ده بنسك يا باشا وكهربا بيع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي حته جديده شمعايا شمعايا ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطه ترجع تبقى ايه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حته. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في اي حته، لكن معايا انا ما يهز الشعر مني. هو احنا ورانا غير الهز يا باشا؟ الهز يا باشا. ماشي يا خفيف، يلا يا حته، يلا اتكل على الله، شوف اكل عيش وامن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس عيوني يا باي. وادي يا صاب. عمر يا كبير، مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بنتي غنوه، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ انا معايا فلوس؟ ده انا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شويه. اه طبعا، معقوله؟ عايز ايه؟ مش فاهم. ريكلام يعني؟ واحدة من اللي بيقعدوا في الصالة دول؟ المولانا يا غنوة هنا اهو، تعالي خديه. اه امال ايه؟ اه عايز واحدة للصالة؟ بيتنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. اه طبعا عندي واحدة جامدة جامد، بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. ازيك يا راشد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس. طب عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ يا ست السودا عملت ايه؟ الموضوع سلية. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه، خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلة معاك. بتجيبي القهوة دي؟ تسلم يا رب، الله يخليك. تسلم بالهنا والشفا، ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه والله يا بنت. بص عليك هتقول ايه؟ ده انتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب ان شاء الله العمر كله. بقول لكم ايه؟ امسك كده، انا هدخل اعمل لكم لقمه حلوه كده على مزاجي زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوه. فتون؟ ايوه. البت دي بتلون شويه، تهبش فيا شويه، تخش تعمل لنا اكل الهكايه. واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتامر؟ انت شحاته، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير؟ أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر؟ ده اللي فكروا بيا ده. المر حبيبي ونص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكاية كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. أنا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو.
السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي؟ لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. ولا يهمك، انا كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي، انت ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. لازنكم اتفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان. خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. اموري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا، اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا، والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد. عايزه سجاره. عايزه سجاره. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا صاحي على فكره. وانت يا اختي متشيكه كده ورايحه على فين؟ رايحه اسهر سهره حلوه عند واحد صاحبي، محل النمائيه فتون، يجنن وهيصه ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا، وانت كمان يا راشد اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. والنبي يلا. لا نروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهره الحلوه دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا، قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعده خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قاعده. طيب قوم. اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي، يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لها ده، كشفت البيت ولا كشفتها ولا حاجه؟ مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجة، أنا حبيتها قوي. وأنا كمان، علشان متدينة بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان إن شاء الله يا ست. والوحش ده شارد في الغابه، المهم انت تعرف تصطاده. احي ده انا، ده انا صنار. طب يلا يا خش دخل يا ابني. جزاز استيراد هنا للبيت. حصل. صباح الفل يا بيه، انا عايزك تظبط دماغك بدوري يا بيه. ايه ده؟ خد يا عم ظبط انت دماغك بديه. بنتي وحشه قوي كده ليه؟ عارفه يا فتون البت الرقاصه العجر دي؟ بتاخد 2000 جنيه في الليله عند فاضل. بجد؟ اصل انت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن، ولا اجدع رقاصه عندك. لو النبي، طب ما تيجي تشتغلي معايا. ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه، وبتخرج من الصاله على الشباك ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، بقى انت جرى رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل. حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب. استنى افخم ازازه مستورده اهو، القعده هتحلو. اسمع الكلام واوزنه في دماغك واحده واحده. وده جنسه ايه ده؟ نبي يا اخويا بعض يا ابني. هات كوبايات الويسكي.